وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. بقولنا كلمة وقد مكروا مكرهم أي المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم. فإذا قابلنا ذلك قسوا بقوتنا وقدرتنا. يبقى مكرهم أمام ده خايب، مكر خايب، يبقى احنا خير الماكرين. مكروا مكرهم، ومش بس لما مكروا يعني ده عند الله مكرهم، يعني كأن ربنا عارف الحكاية بتاعت المكر ده من بدري قبل ما يعملوه. يعني يكون مضبوط، هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا. طب ولماذا ترك الله لهم ان يمكروا؟ ام قال لك لان انتصار الرسالات مرهون بقوة المرسل واتباعه، المرسل واتباعه، لكن المرسل واتباعه مقابلين بخصوم. الخصوم دول أمة حيثية وجود الرسالة. يعني ليه جت الرسالة؟ عشان ده لهم، لأنهم مالين الكمبسات. يبقى ما دام الرسالة جاية عشان دول اللي مالين الكمبسات، يبقوا هم عايزين يحافظوا على الفساد. اللي جاي يطوح العروش بتاعتهم دي ويدك الثيابة ويعملها، لازم يقفوا منه ولا لا؟ فلا يدخرون وسعا ولا حيلة في انهم يوقعوا بالرسالة وبالرسول وبالاتباع الشر. وسائل الايقاع بالرسالة والرسول اما ان تكون المواجهة. المواجهة لها مراحل. المواجهة بانه يجيب الضعاف اللي راعوا الاسلام ويقعد يضطهدهم ويعذبهم لحد ما ايه؟ ما يرجع. كل واحد يجي يسلم وبعدين يرجع تاني يجيب اسره يقول لك ده لازم جرب الدين ما لهاش حاجه، رجع يجيبها من اسره او قوه دول اقوى منا يبقى ملوش لازمه. ادي واحد. وبعدين يواجهه بالقوه، يبقى دوكا بيواجهه بسلب الايه؟ بتعذيب الايه؟ الضعاف من المؤمنين. اهلا. او يعملوا من حرب، بس الحرب فيها مواجهه. او يبيتوا مكر زي ما ايه يثبتوك او ايه او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون. يبقى التبييت دي قالوا ايه؟ احنا عايزين نخلص من الحكومه بدل ما نروح للاتباع ونقعد نوصم وهو يفضل، احنا عايزين الخليه، نواه الخليه تنتهي. نواه الخليه في الرساله، كل خليه حيه لها نواه. النواه دي ما دام سليمه كل اللي حواليها ايه يجي يعوض. انا مشتاق كده تلتفت لها دوت نفسها وتلاقي ما دام النواه ايه، يبقى العطب كل العطب في ان تنال الايه؟ النواه. فقال لك ما ناخد النواه بتاع الخليه الايمانيه دي ونفض منها. طب ناخدها ازاي؟ طب ده احنا حاولنا ناخد ونشتري بالفلوس، نشتري بالملك، نشتري بالسياده، مش معاهم كلش لو وضعوا الشمس ولا وضعوا الملك ما نفعش. اما قال لك نخلص منه ونموت. طب تموتوه ما تقوم القبائل عن قريش تبقى ويانا، ده من اهله عمومته ويانا يعني على ديننا، فاحنا هنقعد بقى نعاديهم الاخرين ده بقى. احنا ابو لهب مثلا وكان ابو طالب ومش عارف ايه، ازاي يقوموا علينا ويبقى دم ومش عارف. فقعدوا بقى لحد ما مكرهم وفكرهم ان ياخدوا من كل فتى ايه؟ من كل قبيله فتى وجلد كده، ويقوموا على محمد كل واحد يمسك سيف ويقوموا على محمد الرسول يضربوه ضربة رجل ايه؟ واحد. لما يضربوه ضربة رجل واحد تتفرق دماؤه دم يتفرق دمه في القبائل، ما يقدروش يواجهوا كل الايه؟ ونخلص. طب بيت تعملوا ايه؟ عمل هو بينام وبينام وربنا بقى بيت لهم كورونا ويمكروا الايه؟ وبعدين شوفوا بقى لما يكونوا قاعدين بقى الفتيان جلد وقاعدين بالسيوف، وبعدين بقى يصبحوا الصبح ما يلاقوش ايه؟ لو يلاقوا علي نايم الله ايه الحكايه؟ يبقى قال لهم بقى ما انتش هتنتصروا بسلب الضعاف من المؤمنين ولا بتعذيبهم، ادي واحده. ولن تنتصروا ايضا بالمواجهه الحربيه، ولن تنتصروا ايضا بالتبييت والمكر. خلاص؟ التبييت والمكر ادي مرحله، بس التبييت والمكر ده تبييت بشر انس. فربنا حب برضه يدينا حاجه، ولو استعنتم بالجن برضه عشان يعملوا اي حاجه برضه مش هتنفع. ولذلك التحدي قل لئن اجتمعت الايه؟ الانس والجن. الاخرين داخلين في التحدي. ليه؟ قال لك داخلين في التحدي؟
لأن المصريين كانوا بيعتقدوا أن كل شاعر وكل كاتب وكل خطيب له شيطان بيان. لا بيقولها نجيب الشياطين بتوعكم كمان وياك في التحدي. فجت قصة اللي قالوا أن سحر النبي وانسحر النبي. الناس اللي منعوا السحر قالوا مش معقول. الناس اللي أجازوا قالوا يا أخي السحر ده علشان يبين لهم أنهم لن يستطيعوا حتى بمكرهم مع الجنس الآخر الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هيقول ربنا هيقول للنبي روح ده عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين كذا يقوموا ييأسوا. ما دام ييأسوا تبقى المسألة إيه إيه تنتهي. وقد مكروا مكره أدي واحد وعند الله مكرهم عنده مش مكر وجماعة ده جديد عندهم إنما مش جديد عندنا. وإن شبه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قد مكروا مكرهم مناسب لهم وعند الله مكرهم واطمئن حتى وإن كان مكرهم لتزول من إيه الزارع. أما لك الجبال دي قدام العرب هي أشد حاجة وهي السبتة وهي اللي مش عارف إيه وهي وهي وهي. فقال حتى كان المكر يستطيع أن يزيل الجبال وإذا ما حصلش برضه مش هيزيل الجبال. تبقى إن هنا إيه حرف من الحرف بمعنى إيه شرطية ولا بمعنى إيه بمعنى ما. ما هي مرة تيجي إيه بمعنى إيه ما؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هات المعنى كده أمهاتهم ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تبقى مين بمعنى مين أمهاتهم. وقد تكون إيه شرطية. طب نشوف هنا شرطية ولا إيه. هل هم مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فاطمئن وإن كان المكر بتاعهم تزول من الجبال مش هيزولوك. الله بده يوصف المكر بأنه شديد يعمل إيه المكر بتاعهم يخلي الجبال تزول. قال وإن كان المكر بتاعهم معد عشان تزول به الجبال ما يرضوا مش حي إيه مش هيتمكنوا منه. دي عشان يثبت أنه إيه شديد. أو أنت تقول إيه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تبقى هنا الجحودية يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإحنا قلنا ده أنت اللي عمك يزول الجبال مكرهم ما يزولش الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها إيه نضربها للناس. يبقى انت مكرهم هيبقى يزيل الجبال. انت عندك اللي ايه اللي لو اردنا ان ينزل على الجبال يزيل. يبقى ان كان مكرهم معد لتزول منه الجبال. في قراءة تانية وان كان مكرهم لتزول منه الجبال برضو شديد. وان كان مكرهم مكرا معدا عشان تزول منه الايه برضو قراءتين ملتقيتين ولا مش ملتقيتين ملتقيتين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم معدا لتزول منه الجبال فلن يغلب مكرنا. مش معناها كده لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. برضو لا تحسبن ده دي حيثية لأن المكر بتاعه مش حيفيد. لأن لو المكر أفاد يبقى وعد الله لرسله يتخلف. طب ربنا قال إيه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا. إذن الوعد ده مش ممكن يتخلف. إذا كان مكرهم هيغلب يبقى الوعد بتاعنا إيه ووعدنا لمين وعدنا للرسل. لو ربنا قال لك ربنا له وعد كتير الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم إيه
يوعدكم مغفرة. وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله المتقين، مش عارف في وعد للمؤمنين وفي وعد لمين؟ وعد للرسل. فإذا كان الله لا يخلف وعده لدون الرسول، أيخلف وعده للرسول؟ أدي السبب، لأن الوعد كان قياس الأسلوب يعني اللي نفهمه كده، يقول ما كان الله مخلف رسله وعده، لأن المخلف مين؟ وبعدين الوعد هو ده الثاني، ما كان الله ليخلف رسله إيه؟ وعده. مش معنى بقى نطق وعده إيه؟ قال لك لا، ده عشان يدلها بالأمكن، يبقى الوعد مش مخلوف حتى لغير الرسول، فكيف بالرسول؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، هي الاصل ايه العبارة؟ لا تحسبن الله مخلف رسله وعده، مش كده ولا لا؟ ليه جاب وعد؟ قال لك لا، الوعد في اطلاقه من الله لأي موفى، فكيف به اذا كان الايه؟ طب عدم كل في الوعد يبقى فيه ايه؟ هينصره، ما لا ننصره ايه؟ رسولنا. النصر يقتضي هزيمة المقابل، النصر عايز صفة والهزيمة عايز صفة، النصر يناسب عزيز لا يغلب والهزيمة الانتقام. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز، ده مناسب لمين؟ نصر الرسل وانتقام. يبقى اذا ايه عاجز الايه ايه في مثلا ايه النصر؟ يقول لك ان الله قوي ايه؟ قوي عزيز، لما يكون بده يغلب الجهة ايه، مدام قوي يبقى عزيز برضه، يعني محدش هيغلبه. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، ده هو عمال بيخوفهم اليوم ده ويخوفهم، واخرنا لاجل مش عارف ايه، مش عارف هنتبع الرسل ومش عارف ونوجب دعوتك ومش عارف ايه، رجع لمين اليوم؟ فاراد ان يقول ان الكون الذي طرا عليه ادم وخلفته بعده ذريته كون معد لاسباب المخلوقه لي، فخلقي فيه يعيشون في اسبابي، انا عامل لهم اسباب، اللي عايز ياكل لازم يمدخ مش كده، واللي عايز يخبز لازم يجيب دقيق وعجين ومش عارف ايه ويزرع قبل كده، في الايه اسمها ايه؟ الاسباب. والاسباب منصوره في الكون لكل مخلوق لله، ولذلك قلنا المؤمن والكافر في سواء، فاللي يغلب لها ياخدها، ولذلك ده بيرد على الناس يقول لك لا يا اخي احنا مؤمنين ومسلمين والكفر عمالين هم اللي قال لا، انت يا اخي تركت عطاء الربوبيه وهو تناول عطاء الربوبيه، ما دام هو تناول عطاء الربوبيه ويجده خلاص يا اخي، بس هياخد دلوقتي، من كان يريد حرص الاخره ومن كان يريد حرص الدنيا وما له في الاخره من ايه؟ من نصيب. يبقى ما دام خد عطاء الدنيا ياخده، وتيجي تقول لي هم متقدمين واحنا متخلفين، يقول دي كانت ضربه لازم من يوم الاسلام؟ لا ابدا، ده الاسلام في 50 سنة راح مسيطر بجناحين كده على الدنيا كلها، وجاب اعتى دولتين واعتى حضارتين، فارس في الشرق زي روسيا كده، الروم في الغرب زي امريكا، وفي وقت واحد في نفس واحد الله يدكهم، وبعدين خد الحضاره من الدنيا واعادها عنده كام؟ 1000 سنة. تقول لي تقدم؟ تبقى هو ولذلك احنا قلنا الذي يقارن هذه المقارنه يشوف، يقول له افرق بين عطاء الوهيه بالتكليف تفعل ولا تفعل، وعطاء ربوبيه في الاسباب الحياه،
عطاء الربوبيه دي لمين؟ احنا قلنا امبارح في الحلقه وارزق اهله من الثمرات من امن، قال له لا ومن كفر، مش قال له كده؟ ما دام مساله اسباب، مساله اسباب. ولذلك التقريع للمسلم يقول له، تقول له من يعبد الله اولى بسره في الوجود، بقى تخلي اللي مكافر بالله ياخد اسبابه من ايده ويتمتع بقى، وانت قاعد تبص له كده ما تخاف لا يفتنك من ايدك. تقول له احنا كده احنا قعدنا عملنا حضاره وعملنا كذا، يبقى كون المسلمين تخلوا الجرعتين الاثنين، جرعه دين حينما تمسكوا به تاخروا وسموا نفسهم عصور الايه، كانوا في عصور الظلمات، مش بيسموهم عصور المظلمه، احنا عصور المظلمه عندهم دي كانت عندنا احنا الايه؟ العصور المنيره. باريس اللي هي بتاعت الحضاره، راح الخليفه المسلم بعت لهم ساعه كانت تدق بالميه، يعني القطره تنزل تمشي العرب، فلما شافوها ده فيها شطار، هم اللي قالوا فيها شطار، زي احنا اول برضه ما جابوا لنا التلفزيون واللي مش عارف ايه، قلنا ده فيه شطار، ما صدقوش الا لما قلنا دور يا اخي على القران، فدار القران وقال قلنا الشطار هيقرا قران؟ ما هم كانوا قلنا مش عايزين يدخل، يقول لك لا دي انت مش طعم يا شيخ. الله. طيب احنا بقى اذا لما نتجه الى اعطاء الربوبيه نقوم ناخد الاثنين، ناخد الدنيا وناخد الايه عطاء الالوهيه، يبقى ناخد الايه؟ يبقى ناخد الايه؟ الاخره. اذا الكون اللي احنا طرقنا عليه قبل ما نتوجد معد لنا الارض، ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض ايه؟ في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها في اربعه ايام ثم. يبقى اذا معده من قبل كده ولا لا؟ كلها معده، بس معده اعداد اسباب، لكن في الاخر ايه؟ ما فيش اسباب بقى، مش لا هنزرع ولا نقلع ولا ناكل، الاسباب ده احنا هنروح المسبب، يقول ايه؟ اشتهي نفسك تلاقي كل حاجه. تبقى ايه يعني؟ عشان ايه الحكايه دي؟ قال لك لان قدره الله تجلت في الدنيا بتاعتنا في انه سخر الاسباب والاسباب تطيعك، تعمل كده تعمل النار كده تولع، تقرا النار كده دي معامله الخالق دي، سخر لك دي وسخر لك دي، والشمس لا عصي تيوم ما تطلعش ولا القمر قال لي لا قوي ولا الهواء ما عادش كلها دي عظمه مين؟ عظمتك انت يا مستفيد ولا عظمه من سخر لك هذا؟ هو اللي سخرونا انت ما عملتهاش. كويس قوي كده. تقول لما نيجي بقى الارتقاءات في القدره، انه وهبك في الدنيا باسباب، صحيح هو وهب الاسباب، قال لك بقى اما اعمل لك طموحات قدره وهاخدك بقى في الاخر ويقول بلاش اسباب وتعيش بي يعني بس بالمسبب، تبقى ادي العظمه النهائيه. بعد ما كنا بالوسيله والاسباب هنبقى بمين؟ بالمسبب. يبقى ايه؟ ادي الانتقاد بمجرد ما يطلع في بالك الحاجه تلتفت تلاقيها ايه؟ تبقى اذا مانيش عايز بقى وقدر فيها اقواتها وجعل فيها رواسي وانزل من السماء، ما مانيش عايز الحكايه دي لان خلاص دون الاسباب. يبقى الارض هتتبدل غير الارض والسماء غير السماء ولا لا؟ اذا الارض اسباب وسماء اسباب وهناك لا اسباب، يبقى لازم تتبدل الارض غير الارض والسماوات. كلمه وبرزوا لله الواحد القهار ما بقاش الا هم وربهم بس، وبرزوا لله الايه؟ الواحد الايه؟ القهار. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد. البروز معناها ايه؟ الخروج والمواجهه. ولذلك هناك حتى الكافر المؤمن وجد الله ايمانا بالغيب في دنياه، مؤمن به ولا ايه؟ ربنا موجود، ربنا موجود، هتقوم الساعة هتقوم الساعة، هيبقى فيه جنة هيبقى فيه جنة هيبقى فيه خلاص. الذين يؤمنون بالايه؟ يؤمنون بالغيب. ولذلك لما قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا.
قال له طيب لكل حق حقيقة سيدنا رسول الله لكل حق. طب ايه مؤمنا حقا؟ يعني انت عارف معنى الكلمة دي ولا كلام بس بنقال كده؟ وقال له اصبحت بالله مؤمنا ايه حق. قال له لكل حق حقيقة. فما حقيقة ايمانك؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. التراب زين ذهب وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. حقيقة واقعة قدامه. قال له عرفت فالزم. عرفت فالزم. إذن المؤمن مؤمن بأن في إله وأن قيامه وأن جهنة وأن خلاص مش عايز كلام ده. إنما دوكا ما عندوش. فكلمة وبرزوا حيواجه مواجهة ما كانش منتظرها الكافر. ولذلك قال القهار وواحد ما فيش إله تاني حيجرهم منه يقول له سيبهم عشان خاطري ولا لا. ولذلك هناك في الآية الثانية مثل الذين إيه كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده. فوجئ بالحكاية دي ما كانش في باله. يوم تبدل الأرض. كلمة يوم يقول له ايه اذكر يوم تبدل الأرض او ان الحاجات دي كده كده وقد مكر وعند الله مكروه وان كان مكروه تحسبن الله غافلا ومقلبا عدوا نصره. يوم تبدل الأرض يبان كل حاجة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أيضا وبرزوا لله الواحد القهار. شبه كلمة واحد قهار يعني يقهر المخلوق على غير مراده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. المجرم هو الذي ارتكب الذنب. والذنب قلنا ذنب القمة اللي هو الكفر بالله وبعدين الذنوب التانية اللي دونه. ده المجرم اللي ارتكب جريمة تراهم مقرنين في الأصفاد. شو بقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ طب إذا كانوا مجرمين يبقوا أعداء ولا مش أعداء؟ تجيبهم ويا بعض كده عشان بقى نكفي بعض. بقول له أنت اللي عملته أنت يقولوا عدلوا بعض قبل ما يروحوا للعذاب التالي. جيبوا مجرمين في الأصفاد. قال لك وترى المجرمين إذن مقرنين في الأصفاد يعني مقرون بعضهم لإيه؟ يعني زي ما ربطون في حابل زي ما بنشوف كده مجرمين وروحوا عاملينهم إيه؟ ربطونهم في حابل كده ولا بتاعوا إيه؟ ويشدوهم. بس هناك بقى هيصنفوهم كل أهل جريمة يبقوا ويا بعض لأن أهل الجريمة الواحدة هم اللي بيتعاونوا دايما. تعالى تجار المخدرات تعالوا يا اللي بتروجوا ليه تعالوا يا اللي بتستروا عليهم علشان تعالوا يا اللي بتشربوا تعالوا يا بتوع الخمر تعالوا يا بتوع الاختلاس تعالوا يا بتوع الرشوة تعالوا يا بتوع الايه الله. كل جماعة ويا جماعة. اشمعنى كل جماعة ويا جماعة بقى؟ لان هم الجماعات اللي من صنف واحد عادة هي اللي بتبقى بينهم المواد دي. فنشوفوا بقى التنافر والزوم على بعض بقى. يبقى هم من نفسهم هيقعدوا ايه بعض. ولذلك يقولوا ايه يا رب ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. الله اطعنا قادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنف. الله يبقى هيبقى في ايه ويا بعض. ادي معنى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا
المتقين مبسوطين كده في بعض يقولوا شوف ازاي احنا ربنا عمل فينا ايه يا شيخ انت مش عارف انت عملت فيا جميل يوم ما كنت بفكر في كذا وضربتني على ايدي وقلت لي لا ما تعملهاش انت الله يجزيك خير عني شوف انا يبقى في ما دول في ايه في فرح ودول في ايه في نعمة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. الصفد هو الايد زي الخلخال كده في ناس يدوه بس من رجليه وفي ناس يكلبشوهم من ايه من ايديه وفي ناس ياخدوا رجليه ويعيدهم ويعلقهم ان هم ايه ان جعلنا في عناقهم ايه اغلالا في الاسفل فهم ايه فهم مقبحون. يبقى اذا المراحل برضه حصل الجراح واحد يبقى فيه صفد هنا واحد يبقى فيه غل في ايده واحد يبقى فيه غل في عنقه واحد تتربط ايده ورجله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران. السرابيل ده مسلمان وهو ما يلي الجسد اللي احنا نسميه الاميس يلي الايه الجسد. تصور بقى لما يكون الاميس اللي يلي الجسد ده من قطران. القطران ده شيء يسيل من بعض الاشجار في الباديه لونه اسود نازع اذا جه ناحيه كده يلسع منتن الريحه سريع الالتهاب يبقى فيك موظف لونه ادي واحد لازع عذاب رحت منتن سريع الاشتعال. شوف بقى القميص مش بس حتى يعني اللي فوق لا الايه القميص سرابيلون من قطران. والقطران ده ياخدوه يعملوا بيه ايه يداووا بيه الجمال اللي عسل اللي عندها جرب ده وبقى الجمال اللي عندها ايه. وعادة ربنا بيضرب الصورة الصورة البشعة اللي العربي شايفها في بيئته. سرابيلهم اي قمصانهم من قطران وهو الغشاء الاسود اللازع المنتن السريع الاشتعال. وبعدين وتغشى وجوههم النار. وإلى لقاء آخر.